العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك محاولات لإرباك الدولة، مشددا على أن هذه المناورات لن تزيد إلا إصرارا وعزيمة على المضي إلى الأمام. وخلال استقباله عن رابط المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة، أكد الرئيس التونسي أن بلاده تمكنت من توفير ملايين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، متهما جهات سياسية لم يسمها بالمتاجرة بصحة التونسيين. قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال البلاد، وحذرت الشكوى من أن الهجمات الصاروخية لحزب الله على إسرائيل ستقود إلى كارثة ودمار كبير في لبنان، مضيفة أن الحزب يحاول صرف أنظار الرأي العام الداخلي عن مسؤوليته إزاء انهيار الدولة اللبنانية. في السياق ذاته قالت الولايات المتحدة إنها تشجع كل الجهود الساعية للحفاظ على الهدوء بين لبنان وإسرائيل عقب التوتر الأخير على الحدود بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن على اتصال مع المسؤولين بتل أبيب وبيروت لتهدئة الوضع، مضيفا أن العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته. رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة السويدي هانس جرانبرغ مبعوثا خاص جديد للبلاد خلفا لمارتن جريفيث. هذا وتعهدت الخارجية اليمنية في بيان لها بتقديم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع الدائر في البلاد. أصيب 9 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت على متن قطار ركاب في العاصمة اليابانية طوكيو. وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على شخص اعترف بتنفيذ الهجوم. هذا وتفرض اليابان قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية، لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى. سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 319 إصابة وخمس وفيات جديدة بكورونا في حصيلة قياسية لليوم الثالث. وفرضت الحكومة إغلاقا على أكبر 3 مدن أسترالية، فيما سرعت السلطات في ملبورن ثاني أكبر مدن البلاد لتعقب مصدر تفشي الوباء لديها بعد أن عاودت فرض تدابير إغلاق للمرة السادسة منذ ظهور فيروس كورونا. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ستخفف قيود فيروس كورونا مع انخفاض معدلات الإصابات والوفيات، حتى مع اقتراب الأرجنتين من 5 ملايين إصابة وأكثر من 107,000 حالة وفاة. وذكرت الحكومة أن خطتها تتضمن زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الالتقاء شخصيا وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد من 1,000 أو من حاليا، وتصل الآن الحالات إلى 1,700,000 حالة يوميا.
للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.